و وزوتشي واللي تدخل فيها الوزير ولد علي انت راك بالك مهتم سورتو راوراوا راوراوا كان خرج بتصريحات ضد زوتشي وكان رئيس ولد علي هدر قال بليك على راوراوا يسكت في هذا الوقت ويخلي زوتشي يخدم وراوراوا رجع له من مصر وقال له زوتشي اللي لازم يخدم وما ينبش في الماضي. واش تقول انت على هذا الموضوع؟ شوفي انا تبعت يعني روراوا درك خاطر هو يتبع بزاف روراوا. شوفي انا ما فهمش ينتقد بزاف ويعاود انا باش نكون منصف بصافي الكلام كان ما نقولوش باللي كشيتي اون اوبسيسيون كريتيكي روراوا لانه المشكله تعرف وين قدام خليك تهضر الان اللي ينتقد زوتشي ويقولوا محسوب على روراوا اللي ينتقد روراوا يقولوا محسوب على زوتشي بعد بريفيرونس انتقدهم في زوج وهني راه انا نكون منصف تصريح تاع روراوا كيفاش بدات هو وكان ماشي تهموه ما يصرحش سي اون رياكسيون قضية لوتيل لا ماشي قضية قضية كي صرح باللي كيتمنى تأهل تاع الأهلي ضد الناس هي قالها قبل. أنا باش نكون منصف أنا كريتيكي لي بوزيسيون تاعو بصح كي كونت يو لا رياكسيون خرج واش كاين في قلبه على بالنا كاع باللي ما حملهاش هو كان يشوف روحه انديترونابل كيما حنا شي كيما صرا كيما الاخرين كاع ما يحبوش اللي يحكم الكرسي المشكل في الجزائر هو الكرسي يدوخ وي كيما العرعه المهم هذا الشيء وراوا دار تصريح خطير علاش خطير انا بالنسبه لي خطير انت ما راكش تسير درك زوتشي جا خذا القرار باش ما يبنيش لوتيل ب 600 مليار وانت دوك واش من مال واش تخليك انت ما راكش رئيس فيدراليه ولا راك حاسب روحك رئيس فيدراليه تمشي وسكي دونجورو قال رايو هو لا قال لك ما يلقش يحبس سي تي اوبليغاسيون لانه اوبليغاسيون من الفيفا الفيفا يعطي لك الفيفا ومن بعد كي عطات الفيفا مليون وكثر من مليون دولار صافي على 1 مليون دولار صرف 600 مليار بصح هذه مليون انت كاين اتفاقيه دوليه وانت كاتحاد عندك علاقه مع الفيفا المفروض تحترم ودرنا مناقصات اوفر وطنيه ودوليه تهيئه المشروع الارضيه ومن بعد نعاودوا نولوا الكاس ديبار على خاطر باش يقولوا باللي زطشي غير باش يقولوا باللي زطشي جا بالجديد وغادي يدير قطيعه مع روراوا زطشي درك عليه انا زطشي جلي كريتيكي قبل ما يولي انا لا ميثود كيفاش ولا بريزيدون هذه ما تقبلهاش انا واحد اللي يمشي بالتليفون ما نحترموش وقلت هالو انا ما نحترمكش باسكو انت دارك وزير الشباب والرياضه اعلى منا كاع بها بصح ما نقدروش نكريتيكي واحد ياك هو تروا موا برك في لا فيديراسيون شوف انايا نلوم زملائه ايوا باسكو حقارين نقول لك علاش حقارين 15 سنه سي قاده قسما عظما غير تقدر تحسبهم الصحفيين اللي كانوا ينتقدوا روراوا كان فرعون تاع الصح فرعون تنتقدوا ولا غير تخلصها فهمتني وذوك زوتشي انا معاك جبنا لهم الاستقلال الاستقلال كل ساهل درك اللي يوجعوا راسو يكريتيكي زوتشي 15 سنة زوتشي 3 موا إليك تكريتيكي باش ما يوليش فرعون جديد لا سمح لي لانه كنت كاين لي لوجيك كون نديروا العقلية تاعك انا جي كريتيكي لي بوزيسيون سمح لي انايا زوتشي هذا زوتشي جا ديجا انا شك جيرو ماركي على بالك حنا اونت لا بيست الكوليرا في وقت روراوا لو ديفو واش كاين الديفو الديفو سي البيرو فيدرال البيرو فيدرال في وقت روراوا سي دي بني وي ونتحمل المسؤوليه ما يقدروش يقولوا له لا زورك مع زوتشي يقولوا لا زورك مع زوتشي وكوسموبوليت باسكو ماشي هو اللي خيره هو هذا يعني مشكل في ظل هاد المشاكل كاع نقولوا بلي المنظومه الكرويه باش نروحوا لحاجه واحده اخرى نشوفوا مع التزر نروحوا للفن ونروحوا لل 600 مليار قال لك راح ندير بها مراكز تكوين واحد في الغرب واحد في الشرق هذه مليحه كي دير لي 600 مليار وانت ما عندكش فريق وطني جزائري منا